أعلنت الخطوط الملكية المغربية اليوم عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الدار البيضاء بدبي ابتداء من 19 من ديسمبر المقبل، وذلك بوتيرة 3 مرات أسبوعيا. وأوضح بلاغ للخطوط الملكية المغربية أنه ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والخميس والأحد، أما الرحلات المنطلقة من دبي فستتم برمجتها أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. ويتم اقتراح أثمنة انطلاقا من 4500 درهم شاملة للرسوم ذهابا وإيابا على الدرجة الاقتصادية. وقد أطلقت الخطوط الملكية المغربية عملية تسويق الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء ودبي مباشرة على بوابتها الإلكترونية.